عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. رواه الطبراني. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وصحح الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه، أي مثل حبل فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير من الدنيا وما فيها. وروي في الحديث المرفوع أن ذا الأصابع التميمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ابتلينا بالبقاء بعدك أين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، لعل الله يرزقك ذرية يغدون ويروحون إليه. رواه الإمام أحمد والطبراني. وروى الترمذي بحديث حسن صحيح عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. فالأقصى بؤرة الشام ودرتها، وكل فضيلة للشام فهي للأقصى والأرض المقدسة من باب أولى. من دماء الشهداء والشعب ما أقوى.